مستمعين ورحموا شيء يا أصدقائكم في فيديو جديد. اليوم يا أصدقائي نسمع قرأت في العنوان، اليوم رح أقول لكم عن تسريبات عن التحديث القادم اللي هو وراء تحديث الميراكلس. طبعا الميراكلس يا أصدقائي للأسف الشديد قرب إنه يخلص، باقي له مجرد يوم 21 ساعة. أوه ماي جاد، لازم ألعب لعبة هوكموث. أوه ماي جاد لحظة، النهار طار. فا أوكي يا أصدقائي، لكن قبل ما نبلش بالفيديو حطوا لايكاتكم واشتركوا وفعل الجرس وليتس جو، خلونا نبلش. طبعا انتوا هو سألتوني عن شنو هو التحديث الجاي ورا تحديث الميراكلس بعد ما يخلص، فاللي هو يا اصدقائي راح ينزل وراء اللي هو الارشيف الثاني. يب يا اصدقائي، الارشيف راح يجي ورا هذا حسب التوقعات. اكو توقعات يا اصدقائي الادمنية قاعد يزون تسريبات، وبنفس الوقت اكو اشياء قاعد تصير بي كي اكس دي نفسها. البارحة يا أصدقائي الأدمنز نشروا تسريبات على الانستغرام تدل على أنه قاعد يقذون فيها الأرشيف. يب تعال أروكم إياها الكلين. فيب يا أصدقاء، وحتى أكون أشياء بيكيكزي أصلا، يعني هم أشياء مستخدمتها بالأرشيف في هذا التحديث. يب يا أصدقاء، فالشي كلش يعني واضح أنه يقذون فيه الأرشيف. أوكي، فطبعا يا أصدقاء أول شي نبدأ بيه، طبعا نزلت من المكان اللي كان فيه الأرشيف، تعالوا نرجع له. الشيء الاول اللي يدل هذا ابسط مثال. اوكي، اول شيء يقول ان الارشيف جاي هو بدله الادمن. هذه بدله الادمن يا اصدقائي تكون تبع الارشيف، يعني ما لها بس البدله اللي احنا نعرفها تبع. فخلينا نسوي له فتح حركات بركات ونسوي له صوره. اوكي، فشوفوا هذه الملابس اللي حاليا انتم دا تشوفوها، هاي هي نفس الملابس تبع الارشيف. تعال شوفوا هذه المكان تبع البدلات، هاي هي بدلة الادمن تبع الارشيف. وكيف عرفت ان هي تبع الارشيف؟ اول شيء نزلت في التحديث نفسه، ثاني شيء انه بي كي اكس دي حاطه العلامه تبعه هنا. شوفوا هذا ارشيف واضح. ايضا يا اصدقائي بدلة النيمدا هم تبع الارشيف، بس شلون النيمدا وقتها ما لابسها وقت الاكوما السادسه. وايضا يا اصدقائي واضح عليه تبع هذا اللي يسمونه هذا التحديث الارشيف، لانه هذه الالوان دا تشوفوها حاليا دا تطلع من البدله هي نفسها تبع التحديث اللي كانت موجوده في السماء ومدري ايش. فيعني كانت هاي الاشياء كلها تدل على الزيرو ايش يسموه هذا، استغفر الله، هذا تحديث الارشيف. وهذه بدله زايله اللي كانت هي ام الادم النيمدا اذا تذكرون قصتها، وهم تبع الارشيف. هسه صارت قصه الارشيف من ورا هذه. فيا اصدقائي طبعا اللي حاب يتذكر كيف كان تحديث الارشيف، واصلا اللي كنتوا ما منزلين اللعبه وكنت في ذاك الوقت، فروحوا شوفوا كيف كان التحديث بالضبط. فانا شوف هسه راح البس بدله الارشيف بعد ما تاكدتوا ان هي بدله الارشيف، فراح نروح نصعد فوق ونشوفوا كيف نفسها بالضبط. شوفوا نفسها، بس انا حاليا لابسه خوذه وهو مخر الخوذه، فاقدر اوخر الخوذه باي وقت اصلا. فشوفوا هاي، واقدر اسوي شخصيته ويس هي هاي الفكرة بالضبط. وطبعا ميزة هذا البدلة باختصار انه تضغطوا على هذا الزر يحولكم كبيرين، بنفس الوقت راح تكونون سريعين. اكو وقت يعني كون ننتظر هذا الوقت يخلص يلا نرجع طبيعيين. فشوفوا كيف صرت كبيرة فيها السرعة، شوفوا اللحظة اللي السرعة، السرعة تبعها يعني لا بس فيها لكن مو قوية. اوكي اصدقاء، وطبعا هاي البدلة ممكن او اكيد انه تنزل في التحديث الجاي يعني تبع الارشيف. وهسه تقولوا لي يعني شنو، ليش شيء طبيعي واذا لابس الادمن؟ هالشيء غريب، ليش الادمن لابس بدلة الارشيف؟ وكنا نعرف انه بدلة الادمن تكون بهذه الطريقة اللي تكون هيج. شوفوها، لاحظوا هاي تبع الارشيف اللي انا حاليا لابستها، هاي الاصلية تبع الادمن اللي كلنا نعرفها، هي هاي الاصلية. هذا هو التسريب الاول. طبعا خلوني اقول لكم شو كنت نزل تحديث الارشيف اصلا بالضبط في ذيك السنة تبع 2022. نزل تحديثي اصدقائي يوم 12 من شهر الثالث، واحنا حاليا يا اصدقائي بالشهر الخامس. فيبي اصدقائي والتحديث الميراكلس ايضا راح يخلص، باقي له يوم نفس ما شفتوه 22 ساعة. فلذلك يا اصدقاء حسب التوقعات انه راح ينزل الارشيف في هذا الشهر. يب، لانه هو راح يخلص التحديث فيمكن بعد كم يوم. ولا تنسون انه الثلاثاء، فهذا الثلاثاء بنص الليل انتو تعرفون تدزونه بي كي اكس دي ايميل، فبهذا الايميل ممكن يقولون التسريبات قوية عن الارشيف، او ممكن تدزونه صور تحديث اصلا، فشي واو. نبدأ هسه بتسريبات الادمنز. اول واحد راح نبدأ بيه هو الادمن نفسه. الادمن يا اصدقائي نشر فيديو قصير في الانستغرام، هذا الفيديو يا اصدقائي فيه عبارة عن صورة بدلة نفس ما تشوفون، هذه هي البدلة.
فهذا البدلة ستقولوا لي دخل بالارشيف. هسه اقول لكم عن اذا تلاحظون شيء بسيط اكو تشابه بين البدلة الموجودة بفيديو الادمن وبدلة الادمن تبع الارشيف. فش تقولون؟ تقولون انه هذا صدق تسريب من الادمن؟ فخبروني بتعليقاتي اكو شبه بسيط فلذلك توقعت هالشيء. فمبين يا اصدقائي بدلة جديدة ومبين انه الفيديو يا اصدقائي مصنوع بالذكاء الاصطناعي يابي يا اصدقائي. وبهذا الفيديو ايضا كان حاط ايموجي تبع العيون، يعني هذا اللي هو شوفون هذا يعني يقصد فيها تسريبات، يعني يب ترى كلش واضح انه يقصد فيها تسريب. دائما ادمن سبيك اكزي من ينزلون شيء احنا ما نعرف شيء عنه او شيء غريب يحطون ايموجي تبع العين، يعني يقصدون انه هذا تسريب. يب يا اصدقائي هذا المعنى تبع الايموجي عند بيك اكس دي. والتسريب الثاني يا اصدقائي من دريد بوي، التسريب تبعي يا اصدقائي كان حاط من انستغرام ايضا ملاحظة اللي هي تكون هيجي رسالة قصيرة ما اعرف ايش. فهذه يا اصدقائي الملاحظة كان موجود فيها نفس ما تشوفون ملفين ملفين. هسه تقولون ايش دخل الملفات بالارشيف؟ هسه اقول لكم شنو المقصد منها. شوفوا الارشيف يا اصدقائي اصلا معناها بالانجليزي ملفات الارشيف، فيعني ملفات ملفات، ودريد باي هم حاط ملفات. وبنفس الوقت اذا نلاحظ هو حاط ملفين، يعني ما حاط ملف واحد، حاط ملفين. وهذا الملفين يمكن يقصد فيها او توقع كلش قوي انه هو يقصد فيها الارشيف الثاني، ملفات الارشيف الثاني ياب الجزء الثاني. يعني احتمال كلش قوي يكون هذا توقع صحيح. وهسه راح تسألون يعني اني ليش قلت هذا انه راح يكون تسريب للارشيف اللي هو تبع دريد بوي الحاط ملفين. اذا تذكرون قبل ان ينزل تحديث الميراكلس من نشرت لكم فيديو تسريبات من دريد بوي، وقتها كان حاط ايموجيات تدل على الميراكلس، لما كان حاط قطة لونها اسود، وبنفس الوقت كان حاط لون احمر، ودحسوقة يمكن هم كان حاط يا اصدقائي. فكان واضح منها انه يقصد فيها تسريبات عن الميراكلس. فيابي اصدقاء، وهذه المرة هم نزل ملاحظة ثانية عن تحديث اخر لانه راح يخلص التحديث، فيعني يقصد فيها تحديث جديد، وحاط ملفين. ويابي اصدقاء يعني كلش واضح انه تسريب. وكل ما يحط تسريب دريد بوي يقصد فيها انه هالشي راح يكون قريب، يعني عن قريب راح يصير هالشي اللي هو قاعد يصير. وان شاء الله صدق يكون صحيح. وتوهم لا تنسوا تخبرون بتعليقات توقعاتكم يعني عن ناحية هذه الملفات وبدلة الادمن وكل شيء، وحتى من ناحية الملابس الموجودة فوق تبع الادمن هذيك. فيابي اصدقاء خبرون بتعليقات. عن نفسي متحمسة انه بيكي يزيد يزولنا الايميل، لانه اتوقع هم راح يسوون الغاز تبع ارشيف، يعني واضح فيها ارشيف. فان شاء الله اي شيء جديد اكيد اصور لكم اياه، تسريبات من ادمن، شيء جديد في اللعبة كله اصور لكم اياه. خبرون بالتعليقات ايش رايكم بالفيديو، حبيت الفيديو والتسريبات تبعهم؟ خبرون بالتعليقات وحطوا الهوا لايكات، اشتركوا بس. باي باي.